إصرار وليد الرقراقي على عودة زياجة الأسود لم تكن لجبر الخواطر، بل لأنه رأى فيه ما لم يراه خليل زيج وكذلك توماس توخيل. زياج المونديالي غير نجم أسود الأطلس يحرج أسود لندن في الملاعب القطرية. تجاهلوه واستبعدوه، ثم جاء إليهم الرد في أقصى صورة ممكنة. حكيم زياش نجم المنتخب الوطني يوجه رسالة قوية إلى توماس توخيل وغراهام بوتر وغيرهما. زياش لم يمنحنا الكثير من الوقت للتساؤل عن ما إذا كان مستواه ضد بلجيكا وصناعته للهدف الثاني مجرد صدفة أم نسخة أياكس أمستردام عادت من جديد لمساعدة المغرب في كأس العالم. نجم البلوز يحتاج 3 دقائق و 30 ثانية فقط لافتتاح التسجيل أمام كندا بالمواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف لواحد، ويعتبر هو الهدف الأسرع للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل كان زياش أحد أخطر اللاعبين على مرمى كندا قبل خروجه في الشوط الثاني، وهدد مرمى الفريق الخصم في أكثر من